في الاول كده حابب ابارك لكل الاخوه التوانسه على الصعود للدور القادم في تصفيات كاس العالم قطر 2022 بعد فوز المنتخب التونسي على المنتخب الزامبي 3-1. كلنا مدينين باعتذار للسيد موز الكبير. لا مش قوي كده، ما نوسعهاش قوي كده. هو الراجل قرر ان هو التاجر لما يفلس دور في رفاترك القديمه. عايز تطير الاثنين باكات قدام ادوار هجوميه، مش هلعب باربعه، انا هلعب بخمسه. انا مضطر ان انا احط منتصر طلبي وياسين رياح وجنبه ديلان برو، في حين ان انا هدي ادوار هجوميه علي معلول والناحيه الثانيه لدرجار. تمام يا معلم، ما عنديش اي مشكله خالص، اديلهم ادوار هجوميه وامنهم بثلاثه تحت، مفيش اي مشكله. طب نص ملعبك، نص ملعبي فيه ثلاثه، فرجاني وهدي للاعيب زي نعيم السليطي وعيسى العيدوني، قدامهم هيلعب سيف الدين خولي ووهبي الخرسي. 5-3-2 اهي، 5-3-2، بس الفرقه كان شكلها حلو جوه الملعب، طبعا كان شكلها حلو جوه الملعب، طبعا كان في شويه حماس وكان في شويه روح رغم غياب الجماهير، بس الفرقه كانت عايز تخلص الماتش بدري بدري، وقد كان المنتخب التونسي بيسجل بدري جدا عن طريق عيسى العيدوني. الماتش سهل يا معلم، الفرقه عندها حماس، المنتخب بيأدي اداء كويس، شكلها كده هتبقى حفله نظيفه وكله هينسى كل العك اللي انت كنت بتعكه الماتشات اللي فاتت. خير اللهم اجعله خير، ضربه جزاء خش يا وهبي سجل هدف ثاني، لا وهبي بيضيع والحارس بيتصدى. خير يا جماعه، ان شاء الله باذن الله خير، عشان خاطر تلاقي الهدف التاني للمنتخب التونسي جمله جميله جدا جدا جدا، اتمناها تتكرر بس، يعني لعله خير كده وتتكرر بس، ما تكونش حاجات كلها فرديه، يعني عشان احنا عمالين نتكلم في موضوع الفرديات بالنسبه للمنتخب التونسي ده، بقى لنا فتره كبيره ان كل اللي بيحصل في تونس هي حاجات فرديه ما بتتكررش، لان كله بيبقى وليد اللحظه، وليد الموقف، فاتمنى ان لقطه الهدف التاني بتاع درجار تتطرد، او بص هو انا مش عارف انطق اسمه، هو مفترض ان هو محمد درجار اللي هو الباك اليمين. الراجل سجل هدف جميل جدا، باصه 1 3 عظيمه جدا، عجبتني وقعدت اعمل الشابو، قلت خير اللهم اجعل خير، بس لما ولدنا معلول حتى الزغلول بتاع الهدف الثالث قلت لا 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 لا، والله هذا ابننا، هذا ولدنا يا باشا، هذا معلولنا، هذا الحته بتاع اسرع دليفري في مصر بتاعنا يا باشا. معلول لما سجل الهدف الثالث كلنا عشنا، عاش على الاداء وعاش على الهدف الثالث. ان شاء الله الشوط الثاني كده هتبقى سكور والمنتخب التونسي هيخلص، عشان خاطر كلنا ننسى حاجه مهمه، منذ الكبير منذ الكبير كان موجود، يعني منذ الكبير وسكور وكلام، هم ثلاثه حلوين يا باشا، ثلاثه حلوين. الراجل جبتها بدري بدري كده، اللي هو بص يا جماعه احنا نبدا تغييراتنا الشوط الثاني من بدري قوي، اللي هو اول الشوط ما يبدا هطلع سيف الدين خولي وانزل مكانه انيس بن سليمان، اللي هو طب احنا كده هتبقى 5-5 هتبقى 5-4-1 ولا هنايل ايه يا عم الحاج؟ يعني مفترض ماشيين كويس وممكن نجيب الرابع اهو، هنرجع ندافع ولا هنايل ايه بالظبط؟ عشان خاطر بعدها تلاقي المنتخب التونسي بيقدم لك شويه ملل حلوين كده، مع شويه تغييرات حلوين كده جايين من على الخط، اللي هو عايز انزل حمزه المسلوسي، عايز انزل محمد علي بن رمضان، اللي هو التغيير اللي قعدنا نقول ان هي حاجه كده دستوريه هنا بالنسبه للسيد منذ الكبير. محمد علي بن رمضان هينزل كل ماتش، تغيير عافيه كده مكان فرجاني ومش هيعمل اي حاجه في الملعب. وطبعا حمزه رفيعه مكان نعيم السليطي، ويلا يا جماعه المنتخب التونسي بسم الله ما شاء الله بيقدم شوط ثاني سيء وشوط ثاني خلاص يا معلم، اللي هو عملنا كل اللي علينا الشوط الاول وخلاص مش هنعمل اي حاجه الشوط الثاني، بقى هنلبس ضربه جزاء ويتم تسجيلها ونخلص المباراه 3-1. ده انا كنت جاي استمتع في الشوط الثاني، لا لا استمتع، ايوه شوط واحد بس كفايه، ومعلول حط الزغلول في الشوط وخلاص، وعيسى العيدوني يسجل الجون وخلاص يا جماعه، عملنا التيكي تاكا بتاع اللقطه الهدف الثاني اهو، مش عايزين مننا اي حاجه ثاني، خلاص خلصنا وصعدنا. خلصانه ما خلصانه، اعمل اللي انت عايزه يا معلم، انا كنت جاي اساسا وكنت خايف ان انت تلبس في الحيل، بس فكره ان انت تكسب 3-1 دي كل حاجه بتحصل من لعيبه المنتخب التونسي محتاجه البيك شابو، لان انا عارف كويس هم ما عندهمش مدير فني، فكل اللي هم بيعملوه ده عباره عن لقطات فرديه وعباره عن مجهود فردي لا اكثر ولا اقل. اتمنى التوفيق للمنتخب التونسي الا في حاله ان هو مع منتخب مصر، ودي حاجه لا اتمناها بصراحه كبيره جدا. الف الف مبروك للاخوه التوانسه، لو عجبك هذا الفيديو فاعمل لايك، لو لم يعجبك فاعتبر ان منزل كبير مره من هنا وبيقول لك ان انت ما تعملش ديسلايك عشان خاطر كفايه اللي انت تتفرج عليه.